شكرا لك يا ابو عبد الله. ننتقل الى الاخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. ما حكم النعاس في الصلاه؟ وهل يبطل الصلاه ام لا؟ طيب، سؤال اخر؟ لا شكرا. شكرا، تفضل يا شيخ صالح. النعاس ليس باختيارك ولا يضر في الصلاه. اذا كان نعاسا عرض لك في الصلاه فهذا لا يضر، وهذا ليس باختيارك، فأكمل صلاتك والحمد لله. نعم.